زي ما وعدت حضراتكم أولياء الأمور والطلاب إن إحنا هنتابع ظهور نتائج الشهادة الإعدادية والتنسيق وكل حاجة تخص الشهادة الإعدادية 2023 لحظة بلحظة. اكتب اسم محافظتك في كومنت عشان أول ما يظهر نتيجتها هنعمل فيديو خاص بالمحافظة بتاعتك على طول. حابب أشكر حضراتكم لوصول القناة ل45 ألف مشترك في فترة قليلة خالص، والحمد لله ده بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف اللي بتقدمه القناة وسط كل القنوات اللي موجودة على اليوتيوب. طيب، مليون مبروك، مليون مبروك لطلاب الشهادة الإعدادية، دي أول محافظة تظهر على مستوى الجمهورية. وأعلن اللواء عادل الغضبان، طبعا اللواء عادل الغضبان أعلن عن نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 83%. طب يا مستر، إيه حكاية النسب دي؟ يا جماعة النسب دي مهمة خالص، لأنها هتفيدنا فيما بعد في التنسيق، وإن شاء الله هعمل لكم فيديو خاص بموضوع النسب ده عشان تفهموا ارتباط النسبة المئوية بالتنسيق اللي هيكون موجود. كل ما ارتفعت النسبة المئوية كل ما يكون لها علاقة بالتنسيق. طبعا المحافظة الأولى اللي ظهرت وهي محافظة بورسعيد، والمحافظة كانت بنسبة نجاح 84.3%. طبعا تم اعلان الاوائل وتكريمهم على مستوى المحافظه، ودي كانت المحافظه الاولى. هنتابع لحظه بلحظه ظهور المحافظات. مبروك للجميع.